كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ الفيديو ديال اليوم غادي نديرو طريقه بروشينغ بوكلي، بوكلي عادي ماشي بوكلي ديال عفوا ديال البابيليز، بوكلي اللي كيتخدم لا كوب ديغرادي اللي كيعطيها الفوليوم. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو طريقه بروشينغ بوكلي سامبل اللي ماشي بلا بغوص بابيليز، بوكلي اللي كيتخدم للديكرادي لا كوب ديكرادي كيعطيها الفوليوم. قبل ما نبداو في الطريقه، اول حاجه من طبيعه الحال لا سيباراسيون ديال بروشينغ، كيما بروشينغ سامبل لا فرونش بوحدها كنسيباريوها، كنسيباريو لا فرونش هكا، يعني كيف قلنا في الفيديو السابق نصف ديال الحاجب ولي كوتي صافي، وكنبداو من الخلف كنسيباريو ميشا بميشا. بالنسبه اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاجو لابغوس تكون بحال هكا، يعني تكون ما ماشي كبيره وماشي يعني تكون مويه. هاد لابغوس هي اللي كتخدم بها البوكلي ولي كراف من طبيعه الحال بينياكو. وغادي نحتاجو لي بانس بلا، هادو كيسمو لي بانس بلا، هما فاش كنبوكليو الميشا كنشدوها بهادي باش تبقى مبوكليه اطول وقت ممكن، حتى كنساليو لا كليون ديالنا بروشينغ عاد كنحيدوهم باش تبقى الميشا يعني شاده لا كليونت، حيت ملي غادي نكونو تنخدمو ليها ودلنا ليها مثلا يعني بوكلي ومع السخونيه ديال السيشوار ومع البرد، يعني ما غاديش تبقى شاده ليها، غادي تطلق ليها البوكله. دونك هادو الدور ديالهم تيشدو لينا هذيك البوكله مزيان حتى كنساليو ليها بروشينغ كامل، وديك الساعه كنحيدوهم. اذا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه لا سيباراسيون عادي كنسيباريو بحال بروشينغ سامبل، هذا الشيء اللي بقى لينا كنشدو بكراب صافي، وكنقسمو الميشا الجهه اللي غادي تشد لينا، وكنخدمو كنخدمو لي غاسين هما اللولين، كنخدمو بحال هكا، كنا كنميلو السشوار بحال هكا باش ما نحرقوش الكليانه، كنبقاو خدامين مزيان لي غاسين، تنهبطو لتحت كنخدموه مزيان. فاش كنخدمو الميشه مزيان ما كنوصلوش، ما كنخدموش هادشي، هذا لي بوينت ما كيتخدموش، هادوك ملي كنوصلو ليهم صافي كنخدمو هادشي لي فوقاني، ملي كنوصلو لهادوك لي بوينت كندورو كنديرو البروسه بحال هكا وتنخدموها بحال هكا، كنبقاو كندورو بحال هكا في الميشه، كندوروها كنخدموها مزيان حتى كتولي دايره، ديك الساعه عاد كنطلقوها صافي. وكن ملي كتولي لينا دايره كنشدو البانس بلا وكنديرو بحال هكا، كنشدو البوكلة ديالنا بحال هاد الطريقة هادي. غنخدمها في هاد الميشا، غنخدمها يعني بالسشوار سخون باش يبان لكم أكثر. كتبان لينا صافي الميشا هانتوما هاني طلقتها، شتي كي تتولي الميشا كتولي دايره مزيان، دونك هنا كنعرفو بان الميشا تخدمات مزيان. كنشدو كندوروها بحال هكا
بحال هكا وتن نشدوها بالبانس بلا. كذلك تنجيو كيكون الشعر بطبيعه الحال مشوط مزيان كنجيو للمشه الثانيه كنفرقوا بنفس الطريقه، السطر يكون مقاد، هادشي كنشدوه بكخاب. بنفس الطريقة كنشدو هاد الميشة وتنخدمو هادي كذلك، غادي نخدمها لكم مرة أخرى باش تفهموا. نسيت واحد الحاجه ما قلتها لكم، ملي كنخدموا الميشه كنخليو البروصه بحال هكا تنقيسوها حتى كتبرد باش تبقى الميشه ملويه من التحت مزيان صافي، وملي كنحسوا بها بردات كنحيدوها بهذه الطريقه. هذه كتبقى الميشه هكا يعني مبوكليه صافي، وكنشدوها كذلك بنفس الاسلوب تنبقاو غاديين. ما بغيتش نخدم لكم الشعر كامل حيت غادي نطول عليكم الفيديو وسميتو وعادي، واصلا بورطابلي انا عامر يعني الفيديو لا طولته عادي تبلوكا. دونك هنا كنمشيو بنفس الطريقه حتى كنكملوا الشعر. كذلك بالنسبه لي كوتي كنخدموهم كذلك بنفس الطريقه، تنقسموا ميشات غير قلال و لا فرونج، نجيو لا فرونج نتوما بالنسبه لكم كمبتدئات فرقوا بالبنيكو، انا كنفرق ب صبعي. هادي هاد الميشه هادي كتخدم اللور يعني كتخدميها اللور هكا تتكون ضايعه عندك لا كليونت، وكتخدميها عادي حتى هي كديري ليها بوكلي. والميشه يعني لا فرونش قدام هذه يعني على حسب الزبونه ديالك كيف ما بغاتها، يعني بغاتها مثلا هذه مبوكليه بوحدها وهذه مبوكليه بوحدها، بغاتها بلايي كتخدميها على بلايي. انا غادي نوريكم طريقه بجوج باش نكون يعني فيديو تستافدوا منه بصح نيت. عادي بحالها بحال الميشات الاخرين.
كنخليوها هكا تنديروا لها بحال هكا حتى كتبرد لابغوص صافي، وكنحيدوها من لابغوص. وكنشدوها بحال هكا، هذه حتى هي كنخدموها بنفس الطريقه وكنشدوها. ولا لا بغاتها بلايي، لا بغات مثلا هادو يجيوها بلايي، كنخدموهم بهالطريقه كتيجي هاد الجنب هذا. هاد الطريقه هادي بلايي هادي ما غادي نوريها لكم ان شاء الله حتى الفيديو اللي غادي ندير لكم فيه بروشينغ بوكلي بابيليز، يعني هادي كتسمى الخدمه ديال بابيليز، ولكن ممكن نخدمو ليها لا فرونش لا بغاتها بلايي ممكن نخدموها ليها في هاد بروشينغ هذا بوكلي عادي ديال بانس بلا اللي تيديروه بزاف في ديكرادي ديكرادي. كنخليوها حتى كتبرد لينا صافي، وكنحيدوها بكل سهوله. كتجينا هكا بلايي، كتسمى بلايي. ولا لا بغات لا فرونش كامله، يعني ماشي تقسمها على جوج، يعني بغاتها مثلا بلايي لهذا الجهه كنخدموها بنفس الطريقه بلايي هكا تجينا لا فرونش. ولا بغاتها لهذا الشيء هذا، يعني على حسب طلب ديال الزبونه، يعني حنا كنديروا داكشي اللي بغات الزبونه ديالنا باش تكون ساتيسفيت. الفيديو ديال اليوم كمل، نتمنى انكم تستفدوا معايا في هذا الفيديو. دعموني باللايك ديالكم، ابوني باش ان شاء الله نعطيكم المزيد والمزيد في هذا الدومين. والى فيديو لاحق ان شاء الله.